مراقبة اتنين، مراقبة اتنين. مراقبة اتنين، اتفضل. ايه الأخبار عندك؟ تمام، الهدف في المزرعة يا فندم. طيب، بلغني بالتحركات أول بأول. تمام. انتهى. مراقبة تلاتة، مراقبة تلاتة. مراقبة تلاتة يا فندم. متواجدين وفي انتظار الهدف. طيب طيب طيب. بلغني بكل حاجة أول بأول. انتهى يلا. علم يا فندم. البيت فاضي، تقدري تنزلي دلوقتي. بس والنبي بلغني بالاخبار اول باول. انت بتقولي ايه يا ساره؟ ده انا لحظه بلحظه معاكي. المهم انت بس خلي بالك على نفسك. مش قوي كده، ربنا معانا ان شاء الله. توكلي على الله. اعتبر ده تحقيق رسمي يا طارق باشا؟ لا لا، دي مجرد دردشه.
قصدك بدردشة دي ان دي اتهامات لسه مفيش عليها دليل؟ عموما انا يا باشا لما نشرت المواضيع الخاصة بسعادتك انا كنت كل قصدي صالح العام. يا ترى بقى صالح العام ده اسمه شكري الباشا وبرهان الحاوي؟ قصدك برهان الحاوي المحامي المعروف والناشط الحقوقي. بالظبط، ومحامي شكري الباشا. برهان الحاوي ده شخصية معروفة وعامة، وعلاقتي بيه زي علاقتي بحضرتك يا تمام. لما بيكون عنده معلومة بكلمه واروح له. أما شكري الباشا ده فأنا معرفوش شخصيا. بس أفتكر إن اسمه جه في قضية اقتحام مجموعة الديب اللي عامر بيه وحضرتك اتهمتوه بيها، معرفتوش تثبتوا عليه حاجة. طب والتقارير اللي أنت نشرتيها عن حالة عامر الديب الصحية جبتيها منين؟ ما اعتقدش يا باشا ان في اي صحفي في الدنيا ممكن يعلن عن مصادره الخاصه. بس انا اعتقد يا نسمة ما ان انت لازم تقولي، لانك في ورطه كبيره قوي. ايوه شريف. طمنيني، ايه الاخبار عندك؟ انا لقيت لابتوب اكرم وبنقل كل الداتا اللي عليه على الكمبيوتر بتاعي. طب هايل هايل الكلام ده، خليكي معايا ثانية واحدة. شريف باشا، شريف باشا. ايوه يا ابني ابدأ الإشارة. أكرم لسه واخد عربيته ومتحرك من المزرعة. من إمتى الكلام ده؟ لسه متحرك دلوقتي يا فندم وفي اتجاهه للبيت. طيب طيب طيب، انتهى. سارة بقول لك إيه، فورا تنزلي. إديني بس 5 دقايق الداتا تتحمل، 5 دقايق. يا بنتي بقول لك فورا، أكرم اتحرك من هناك وجاي على البيت. 5 دقايق يا شريف. يا سارة ما تجننيش، بقول لك يلا فورا تنزلي. 5 دقايق بس يا شيف مش اكتر. سلام. عمل الديب مش هيسيبك في حالك، هيرفع عليك قضايا قد دماغك، لان التقارير اللي انت نشرتيها تقارير مزوره وكانت هتتسبب في خسائر كتيره جدا لمجموعته. والدليل على كلامي ان عمل الديب في شغله وصحته زي الفل. وخلي بالك القضية دي لما هتترفع ونجيبك وتتبهدلي في المحاكم، شكري وبرهان مش هينفعوكي. انت عايز ايه بالظبط يا طارق باشا؟ انا عايز اساعدك، عايز ابقى سندك ضد ازاي عمرو الديب، وانت عارفة علاقتي بيه، وعايز ابقى ظهرك برضو عشان الندالة بتاعت برهان وشكري لما صدروكي في وش المدفع وهيخلعوا في الاخر. طارق باشا انت مش محتاج ولا تهددني ولا تساومني، انت بس تؤمر وانا اخدمك بعناية، وده كله عشان الحق والعدالة، وخصوصا يعني ان انت غالي عندي قوي. طب ايه رأيك يا مها اجيلك دغري ونلعب على المكشوف؟ مفيش احلى من الدغري يا باشا. بس خلي بالك انا مش معتز، مش هتتحكي عليا بكلمتين ولا تخش عليا بحركة من حركاتك. وايه بقى لزومه كلام اللي يحرق الدم ده؟ احنا قلنا نلعب على المكشوف. احنا الاتنين محتاجين بعض يا معلم. انت محتاجاني علشان اساعدك في الورطه اللي انت حطيتي نفسك فيها بسبب برهان وشكري اللي ممكن تدمر حياتك كصحفيه. وانت محتاج مني ايه يا باشا؟ عايز استغل علاقتك ببرهان وشكري واعرف هما بيرتبوا ليه. اوعى تفتكر يا باشا ان برهان وشكري دول سهلين ولا واخديني كده انتيم وبيحكوا لي عن كل حاجه. لا خالص، ده كل ما يعوزوني يكلموني ويتفقوا معايا. انا كده ابتديت اطمن لك يا نسمة. عارفه ليه؟ لانك ابتديتي تيجي معايا دغري. انا عايزك اي معلومه اي معلومه تعرفيها عنهم تيجي تبلغيني بيها على طول. بس كده من عينيا الاثنين. ده غير كمان اني ممكن اطلب منك توصلي معلومات معينه لشكري وبرهان. فهمت قصدك يا باشا، قصدك يعني معلومات وهمية تلعبهم بيها. عموما ده مش صعب عليا، بس كل ده في مقابل انك تحميني من برهان وشكري وعامر وبس. احنا لما بنعوز نخدم بنخدم يا مها، وانت لو عملت اللي اتفقنا عليه انا مش هتأخر عليكي في اي خدمة تطلبيها. بس لو لعبت بديلك وفكرت انك تبيعيني لشكري وبرهان هشتغلك في الازرق، وانت عارفه بقى ابواب الاذى مفتوحه وواسعه قوي. ابيعك ده ايه يا باشا؟ ده انا ما صدقت اني اشتريتك وكسبت رضاك بعد ما كان نقرا كده من نقري على طول. ماشي يا مرة.
نشرب فنجانين قهوه ونتكلم في الشغل. ها يا ابني هات اتنين قهوه. ايوه يا ابني ابدا الاشاره. طيب انا شايفه. علم. في ايه تاني يا شريف؟ يا سارة أكرم وصل تحت البيت، يلا انزلي فورا. طب دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة يا بنتي، بقول لك تحت البيت مفيش وقت، انزلي. مش عارف اقول لك ايه، انت بجد هتموتيني ناقص عمر. يا بنتي انا قلبي كان هيقف عليكي من الخوف، افهمي بقى. عمر الشقي بقى ايه بقى؟ ماشي يا عم الشقي. وبعدين تعالي هنا، انت عايزه الناس تاكل وشي. تقولي الواد اول ما راح خطبها اللهم احفظنا يعني راحت كده سلمت النمر. هو ده اللي فارق معاك؟ ان وشك ما يبقاش وحش عليا؟ حاجات تانية كتير. يا عبيطه ده انا فديكي بعمر. ماشي يا بكاش. طب بالنسبه بقى للبكش، البكاش يجيب امتى وامه بقى عشان نخلص من العذاب اللي احنا فيه ده؟ يا شريف هو انت مش شايف احنا عاملين ازاي؟ نخلص المهمه اللي قدامنا دي وبعدين نبقى نشوف. اوه المهمه المهمه. بس صدقي انت عندك حق، نخلص فعلا المهمه وتبقى الفرحه فرحتين. مع اني والله انا يعني على اخري، بس ماشي ماشي ماشي. ما تبص قدامك. ما انا باصص اهو. وبعدين ايه بقى؟ مش خلاص؟ خلاص ايه؟ ما خلاص. لا ما خلاص. ساتر يا رب. صبرني يا رب على ما بلاني. خلاص يا ابني. خلاص خلاص.